انا مريضه، في السرطان في الصدر، ما بغيتش يعاونوني المحسنين يعاونوني باش ندير العمليه نمشي الرباط. ما بغيتش باش نمشي الرباط، دفعوني الرباط وما بغيتش باش نمشي. الله يجازيهم بخير، الله يرحم والديهم. ما عندي شي وما بغيتش باش نجري على راسي، ودابا الله يرحم والديهم يعاونوني. انا ما عنديش، هو الراجل مره كيخدم مره كيجلس مره عليهم لك. مدينه العرايش. جزاكم بخير، الله يرحم والديكم. هذه واحد السيده، واحد الجاره ديالنا. انتم كتشوفوا الوضعيه ديالها ما عندهاش، والراجل على قد الحال، وهي عندها السرطان في الثدي، ومسكينه ما قاريه ما حتى شي حاجه، ما عرفتش راسها حتى شنو عاد دير. دابا البزوله ديالها ولات كتسيل نهائيا، يعني خص ضروري يعاونها شي واحد باش تمشي الرباط. راه ما عندهاش حتى باش تمشي الرباط. كدابا هذا النداء كتنادي لكم كاملين، اللي كاين شي محسن ولا شي حاجه تكلف لها بالعلاج ديالها. الله يجازيكم بخير. راه عندها جوج الوليدات، راجل على قد الحال.